توصلنا أسئلة كثيرة يقول لك حتى أدوات بسيطة كيما هذو قابوشات والمدرسة تردوها من الصين. جماعة هذه مش بالبساطة اللي تعتقدوها، هذه تعتبر أدوات معقدة. نعم معقدة، القابوشة هذه البسيطة هذه أداة معقدة، ما نوصلوش للمستوى آلة مثلا كي نوصلوا لينوكس. لينوكس راح يزيد يرتفع المستوى وتولي أعقد من هذو. أنا واحد من الناس بالقوانين هذه وبالبنية التحتية نفضل نستوردوها من الصين، نتاجروا فيها وما نصنعهاش، لأن التكاليف راح تكون عالية. تقدر أنت بالجزائر بالمستوى تاع الجزائر والصناعة الجزائرية تبيع بالا بالجودة العالية هذه ب 125,000، هذه سعر التجزئة. سما سعر الجملة ممكن ما نباليش أنايا في المصنع، ممكن تكون ب 60,000، وبسعر الجملة ممكن تكون ب 80,000. تقدر أنت تخرج لي هذه ب 80,000؟ ما تصلحش، ما تقدرش أكيد. هذه تقدر تخرجها نقولوا مثلا ب 60 ولا 70,000، نزيدوا هذا. هذا تقدر تخرجه ب 60 في ثاني، نفس الشيء المنشار. شوف التعقيد اللي فيه، شوف التعقيد اللي فيه، الخدمة اللي فيه، لينوكس بلاستيك مدعم ب 150,000. تقدر تخرجه أنت نقولوا مثلا جملة ب 80 ولا 90,000، بلك مستحيلة. نعطوكم عملية الصناعة من ألف إلى الياء أو مراحل الصناعة، وانتوما بنفسكم تحكموا. تقدر تنتج مواد بهذه التكاليف القليلة بالسعر المنخفض هذا. شوف نبداو نروحو نجيبو مثلا المادة الخام، مادة الحديد، من تندوف والله من الحجار والله من تبسة، نديرو لها عملية تنقية، عملية نزع الشوائب، نحيو لها الشوائب، من بعد يدخلوها للفرن يديرو عملية الصهر، يذوبوها سما. من بعد باه تخرجها لهذو المواد لازمك دير لها عملية الكربونة، نخرجوا فولاذ عالي الكربون لانه متين ويتحمل الحراره العاليه. نطلعوا كي نسخنوه يولي طري ويقدروا يشكلوه. المهم يخرجوا لنا الفولاذ عالي الكربون على شكل قضبان ولا سبائك، من بعد يقطعوه بالات بمناشير تقطيع. مناشير تقطيع راح تكلف مبالغ كبيره وتحتاج مهندسين وعمال. ما زلنا رانا في البدايه، المراحل الاولى يجي المصمم يصمم لنا الاجهزه هذو، ادوات هذو، يصممهم في كمبيوتر والله. من بعد يبداو بعمليه التقطيع، يقطعوها الاجزاء بابعاد محسوبه على حسب الاداه، كل اداه والحجم تاعها. المهم يقصوها على شكل اجزاء، يطلعوا لها السخانه، يفوتوها الفور، يسخنوها لدرجه بين بالنسبه للفولاد الكربوني الادوات هذو يسخنوها بين 1100 حتى 2125 درجه مئويه. سما راح تطلب غاز وكهرباء وعمال كذلك وتكاليف كبيره، باه يولي المعدن طري قابل للتشكيل، يولي طري. كي نتموا العمليه هذه تاع التسخين والتشكيل، يفوتوها لعمليه التطريق او فورجينغ. كي توصل درجه حراره مناسبه، يحطوا المعدن في سندان نقولوا حديده، ومن بعد يستعملوا مطارق، ما يخدموش كيما بكري كيما الحداد. هذه مش بالحداد، هذه راهي مطارق اليه ضخمه، تضغط عندها تخدم بالهيدروليك على تهبط على الماده المطلوبه، تخرج لنا الشكل تاع هذا الشكل الاداه المطلوب. لازم مطارق اليه ضخمه لان الخط الصناعي باه ينتج لنا اكبر كميه، التكاليف تنقص كي تعود الكميه كبيره بزاف. اذا كانت كميه قليله راح تطلع التكاليف وتكون، لان الربح في هذو الادوات راهو قليل جدا. لازم ينتج اكبر كميه ويكون السوق متوفر. كما في الجزائر تنتج مصانع، تبني مصانع تنتج هذو الادوات، راح تخسر 100% لان السوق تاعك صغير. انا واحد من الناس باه نبيع حبه من هذو، عندي ما نطلقهم فيديوهات لانهم مش مطلوبين. طبعا عمليه التطريق مهمه جدا، لان هذه الادوات ما فيهاش عمليه تلحيم، ما فيهاش سدور، هذه خارجه بقالب، قالب بالتطريق، بعملية التطريق. التطريق يحسن من المتانة تاع هذه الأدوات، وفي نفس الوقت يوزع الجزيئة تاع الفولاذ ويزيد الكثافة ويعزز الصلابة ومقاومة تاع هذه الأدوات الثانية. كيما عملية التطريق والتشكيل، باه يخرج لنا هذا الشكل والله هذا الشكل. نروحو لعملية التبريد. التبريد الثانية تتطلب خط صناعي وتتطلب مختصين، غالبا مهندسين والله تقنيين، على حسب الاحتياج للأداة يبردوها في الزيت ولا في الماء.
كي ولازم تكون العمليه مدروسه التبريد مدروس باه يخرجوا لنا اداه مليحه ومتقونه، اي ماشي العمليه كما الحداد راهو فرق بعيد بينهم. هذه اداه عاليه الجوده باه يضمنوا باللي الادوات ما تشققش وفي نفس الوقت تقاوم ظروف العمل وتعيش لك بزاف. بعد التطريق نروحوا للتشكيل النهائي. التشكيل النهائي غالبا ثاني نستعملوا ادوات خلاف، ادوات قطع ميكانيكيه ضخمه، ولا نستعملوا الات سي ان سي غالبا متحكم فيها رقميا داك كلش بالاورديناتور. شكل لنا هذه الاجهزه الادوات هذه. شوف مثلا هنا كي قلنا على التوزيع شفتوا هنايا، هنا كاين هنا دخلها الهواء والله كان شي حاجه ما جاش التشكيل 100% بصح تبقى نوعيه عاليه الجوده. هذه هي اللي كنا نهضروا فيها عمليه التطريق، اي مش حاجه بسيطه. من بعد عمليه القطع والتشكيل بالسي ان سي راح تحدد لنا الشكل النهائي ونحدوا فيها الحواف، نشكلوا بها هذو الحواف هنا، نليميو ثاني، نزيدوا نديروا الفتوحات هذو. مهم العمليه هذه مش سهله ثاني كذلك معقده. من بعد نروحوا لعمليه الثقب باه نثقبوا هذو، نثقبوا ونزيدوا نروحوا لعمليه التلميع، ومن بعد الدهان نديروا الدهان بالاكاسيد باه نضمنوا باللي ما يصددش ويعيش لنا لمده طويله. من بعد نروحوا لعمليه الشحذ باه تجي ماضيه في هذه الحواف. هاو يبين لك باللي فولاذ مطروق عالي الكربون يعيش بزاف، شوف مليح. نزيدوا نديروا الصوت، هذا هو الصوت تاع الفولاذ كي تعود فيه شوائب ولا يكون فوق ما يديرش الصوت هذا. اذا قدرت توصل للنتيجه هذه تقدر تصنع هياكل السيارات، تقدر تصنع حتى هياكل المضخات، تسمى راك طورت. وكي تزيد عمليه تحوس تطور وتصنع ادوات اكثر تطورا، مثلا نروحوا لينوكس. لينوكس هذا عمليه اصعب من هذه، هذا فولاذ كربوني ولكن هذا ستاينلس ستيل غير قابل للصدى. هذه مركبه خلاف، وزيد تشوف التصميم، زيد تحتاج الات خلاف. انا واحد من الناس باه تستورد هذه باه تدخل في الصناعه هذه ماشي حاجه بسيطه، راهي معقده جدا. حتى هذه الادوات ثاني راح تطلب تكاليف كبيره وحنا السوق تاعنا صغير ما نقدروش يعني ننجحوا، ممكن مستحيل ننجحوا. نخدموا الادوات البسيطه وهذو الادوات المعقده نخليوها للصين، هي تخدم وتجيب لنا وحنا نعاودوا السوق. واذا حبيت تنافس الصين مستحيل تنافسها لان الاسعار منخفضه جدا، عندها بنيه تحتيه، عندها عمال بزاف، عندها الماده الاوليه طايحه في السماء، عندها الطاقه طايحه ما تخرجش. كما قلنا هذا انت هنا في الجزائر مستحيل تخرجها ب 70000 ولا 80000، هنا كنت تخدمها في الجزائر ممكن تستقام لك 200000 حتى 300000 بهذو المعايير هذو العاليه. بصح نفضل نجيبها في الصين، من الصين ونبيعها نعدلها السوق. المهم اللي مهتم بالادوات هذو سواء المقص ولا هذو المجاريف ولا يتصل بنا نوصلهم لكل الولايات. وراكم شفتوا الاسعار راهي منافسه جدا، 120000 125000 230000 هذا فيه كلش تاع الكومبينغ، 125000. المهم الاسعار بين 100 حتى 160، اغلى وحده هي هذه 200000 اغلى وحده. اللي مهتم يتصل بنا.